انعقد بالرباط الاجتماع السابع لمجلس إدارة وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وشكل هذا الاجتماع مناسبة للوقوف على مختلف أشغال وإنجازات الوكالة وفروعها واستشراف أفاق عملها في إطار مخططها الاستثماري للفترة الممتدة ما بين عامي 2014 و2020. وبالمناسبة ذكر السيد العثماني خلال هذا الاجتماع بأن مشروع تهيئة هذه البحيرة يندرج ضمن رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتنمية الجهة الشرقية للمملكة وتأهيلها للقيام بدور فعال في جعل الفضاء المتوسط رافعة للتنمية، مبرزا أن ملامح هذه الرؤية الملكية السامية بدأت تنكشف لعموم المواطنين من خلال المنجزات المهمة بهذه المنطقة. وقال رئيس الحكومة إن وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا تمكنت منذ إحداثها من إنجاز العديد من المشاريع والبرامج التي استهدفت بالخصوص البنيات التحتية والتجهيزات الهيكلية، حيث استفادت منها شريحة مهمة من ساكنة الجماعات المحلية المعنية، بالإضافة إلى مجال البيئة والمحافظة على الإرث الطبيعي للمنطقة، مما انعكس إيجابا على المستوى الاجتماعي للمنطقة ومكن من توفير فرص شغل في مختلف التخصصات استفادت منها على الخصوص الأطر واليد العاملة المحلية. من جهته تطرق المدير العام للوكالة السيد سعيد زارو في كلمته للمشاريع التي تشتغل عليها الوكالة، مؤكدا أن مشروع مارتشيكا ميد بات مشروعا ذا صبغة عالمية بعد دعوة الوكالة لتقديم نموذجها التنموي والبيئي على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الاقتصاد الأزرق وأجندة 2030 للتنمية المستدامة الذي نظمته الأمم المتحدة بكينيا بتاريخ 26 من نوفمبر من عام 2018. وفي ختام الاجتماع صدق مجلس الإدارة على مخطط عمل الوكالة وميزانيتها برسم سنة 2019، بالإضافة إلى حصر حساباتها برسم سنتي 2017 و2018، كما صادق على بعض الاتفاقيات.